وطبعا خيري شلبي من مؤسسين الإذاعة، والإذاعة دي كانت عشق لي، يعني أنا تقريبا ورثتها عنه. هو كان بيشتغل في مجلة الإذاعة والتلفزيون صحفي، وكان بيشتغل في نفس الوقت بمعد في الإذاعة، وكان ليه أعمال كتير درامية في الإذاعة، يعني تخطى 500 عمل إذاعي ما بين مسلسلات متعددة الحلقات، سباعيات، خماسيات، غير البرامج اللي كان بيعدها. هو كمان أنشأ حاجة، يعني فن خاص أو كتابة خاصة، كان أول حد يبتكرها خيري شلبي، اللي هي فن النقد الإذاعي. كان في مجلة الإذاعة والتلفزيون ده بينزل، والناس كلها كانت بتستناه باستمرار، إن هو كان عامل باب اسمه نقد إذاعي، بيتكلم فيه عن البرامج وكواليس البرامج الإذاعية، كواليس المسلسلات، وما كانش بيغفل أي حد، كان بيكتب عن كل أطراف العمل، مخرج، ممثلين، مهندس صوت، لأنه كان بيبقى عايش، هو كان مقيم في الإذاعة طول الوقت. فهي الإذاعة بالنسبة له دي من الأول للنهاية كانت بالنسبة له هي بيته الأساسي وعشقه. يعني مين من الكتاب كان أقرب لسلبي؟ والله كلهم، هو كان محبوب جدا الحمد لله من اصحابه، كانوا بيحبوه، كانوا الناس اللي دايما اقدر اقول الناس اللي بتفهم صح كانوا بيحبوه. هو طبعا كان ليه جيل طالع معاه، يعني استاذ بهاء طاهر، والاستاذ ابراهيم اصلان، واستاذ يوسف القعيد، مش عايزه انسى حد، بس كل الوسط كلهم كانوا صحاب، كلهم كانوا صحاب حرفيا ومتواصلين، ويهنوا بعض بأعمالهم الجديدة ويتناقشوا، وكانوا أحيانا طبعا بيتقابلوا في بعض الصالونات وكده. فلآخر لحظة هو كان محافظ على صداقاته يعني بيهم. الشخصيات اللي مادة كتابها في أعمال كانت شخصيات حقيقية ولا رمحي خيال؟ هو قال عن لسانه هو إن 90% منها كان حقيقي طبعا، يعني هو كان بيميل جدا للواقعية، ما كانش يعني لو الواقعية دي بقى فيها شوية سحر كده، ان هو يبقى فيها شوية خيال، لكن هي في النهاية واقعية، الأماكن، الأشخاص، المواقف كلها كانت حقيقية، ودي كانت أحلى حاجة فيه يعني، واللي كانت بتدي مصداقية وبتحبب الناس في أعماله، إنها كانت من الواقع، ومن الواقع قوي، يعني من الواقع اللي انت أحيانا ما يخطرش على بالك انه يتكتب عنه. فهو كان دايما بيكتب عن الحاجات دي، عشان كده هم سموه كاتب المهمشين. المهمش ده ممكن يبقى مكان ما انت ما تتوقعيش انه يكتب عنه. فهو لا طبعا خيري شلبي شخص واقعي 100%. طب ايه النصايح اللي قدمها لك شايف ان هي مهمه جدا؟ لا كتير يعني انا مثلا افتكر ان هو دايما اول في بداية حياتي العملية كان دايما ينصحني ان انا احط نفسي في المكانة اللي انا عايزة الناس تشوفني فيها. فكرة انك انت تحترم الاشخاص اللي قدامك عشان تجبريهم هما كمان على احترامك. فكرة انك انت تبقي ما تقدميش تنازلات في حياتك لأي سبب من الأسباب، يعني ما فيش حاجة عنده، الحاجة الوحيدة التي لا تغتفر هي انك انت تقدمي اي تنازلات لأي سبب، انك ما تكونش شخص منافق، ولا تكون شخص متسلق، ولا تكون شخص عندك طموح زايد عن الحد لدرجة انه يجبرك عن انك انت تعمل حاجات تندم عليها فيما بعد، لان هو دايما كان بيشوف المستقبل، مهما كان انت متهيألك ان المستقبل ده بعيد، هو في الاخر بيبقى قريب جدا، وانت في الاخر بتحصدي نتيجة اعمالك. فلحظة الندم اللي ممكن تندميها على انك انت تصرفتي تصرفات او قدمتي تنازلات او عملتي حاجة لمجرد انك تحصلي على حاجة معينة، ندمها اشد بكتير من الحاجة نفسها اللي انت ممكن تكوني عملتي ده عشان توصلي لها. فانا الحمد لله انا واخواتي ما زلنا الى اليوم ماشيين على النصايح دي وبنعلمها لاولادنا، والحمد لله يعني. طيب ممكن
بتحبي تقريها في اي مجال بالظبط؟ لا في اي مجال. بصي الكتب فكره انك انت مثلا تكوني عندك بتميلي لنوع معين من الكتب، ان حد بيحب يقرا ادب او حد بيحب يقرا شعر او حد بيقرا في مجال، دي حاجه، وكونك انك تحبي انك تكوني شخص مثقف فتقري في كل المجالات دي حاجه تانية. لو انت حابه تبقي شخصيه يتقال عليكي فعلا مثقف، يعني انا كلمه مثقف لما تتقال مثلا على صحفي او كاتب عادي وهو بس ثقافته في ده مثقف في جانب معين، لكن عشان اقول ايه الشخص المثقف ده كان لقب، ولقب تقيل، يعني وتقولي على شخص ده مثقف، انا رايي انه لقب مثقف ده اهم من لقب الدكتور فلان مثلا اللي حاصل على دكتوراه في مجال معين، لان المثقف ده هو الملم بكل مجالات الحياه، يحب يقرا في كل المجالات، يحب ياخد معلومه في كل المجالات، فهي دي في الثقافه. فانا ببقى عندي متعه غير عاديه لما بتعلم حاجه جديده، اما بعرف معلومه جديده اقراها في كتاب، اقراها في اي مكان، اشوفها حتى في فيلم سينما، ف مش بحدد نوع معين من الـ من الـ من انواع الكتب اللي انا ممكن اقراها، بالعكس يعني بحب اقرا اي حاجه احس انها شيقه وكويسه ومتقدمه بشكل كويس، دي بالنسبه لي حاجه ممتعه، خصوصا ان كتابات والدي حببتني في ده، هو كتب في كل المجالات في هيئه ادب، يعني هتلاقيه عامل مثلا حاجات في التاريخ وحاجات في الجغرافيا وحاجات فيها تاريخ، وكل ده عمله في هيئه ادب، فحببك في المعلومه، وانا بحب النوع ده من الكتابه يعني.